جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هل ورد تحديد في الكتاب أو السنة بمقدار المهر؟ جزاكم الله خيرا. لم يرد تحديد في الكتاب ولا في السنة لتحديد المهر، ولكن جاء في الكتاب والسنة الحث على تيسير المهور وتيسير الزواج. قد رغب صلى الله عليه وسلم بتيسير المهور، واستنكر على من يبالغ في المهر، لأن ذلك يكلف الزوج وربما يبعث في نفسه الكراهة لزوجته من كثرة ما أنفق في زواجه عليها. وكما في الحديث أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. نعم.